السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي القناة والمدونة. اليوم سوف نقوم بحل مشكل لقد واجهني في المدونة الخاصة بي. كما ترون فهذه هي المدونة، وكما ترون إذا هذا المشكل وهو عدم ظهور بعض المقالات في الواجهة الرئيسية. كما ترون فهنا هذه هي المقالات في الواجهة الرئيسية. أنا عندي مثلا هنا 1 2 3 4 5 6 ست مقالات في الواجهة الرئيسية. إذا ذهبت إلى إعدادات المدونة كما ترون، وذهبنا هنا إلى ميز أون باج، ثم الذهاب إلى إعدادات الرسائل الإلكترونية، هنا كما ترون فأنا قد قمت بوضع 10 مقالات، لكن لا تظهر سوى 6 مقالات. هذا المشكل يواجه الكثير من الزوار، من مستخدمي مدونة البلوجر، وهذا مشكل فهو راجع لبعض الأكواد التي تكون موجودة في هذه المقالات. وهذا المشكل فهو بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بعمل كوبي كولي، فبعض الأحيان إذا كما قلنا فالمشكل فهو راجع لي عندما نقوم بعمل كوبي لبعض المقالات، فهناك بعض الأكواد تنسخ مع هذه المقالات وتصبح المقالة بحجم كبير والبلوجر لا يسمح بذلك. إذا الحل فهو سهل جدا، كما ترون سوف أقوم بعمل اكشواليزي هذه المقالة الأخيرة. كما ترون سوف أذهب إلى هذه المقالة الأخيرة، كما ترون هنا هذه هي المقالة، وسوف نقوم بمثلا تقوم ب سيلكت عمل سيلكت للمقالة الأولى مثلا، هنا يكفي هنا، ثم نذهب إلى هذا المكان هنا، سوف نقوم بعمل انسر لهذا الخط، ثم نضغط على هذا الخط هنا. كما ترون فقد ظهر لنا هذا الخط فوق المقالة. هذا الخط لا يظهر إلا هنا في الإيديت للمقالة، ولا يظهر في المقالة الأصلية. هذا الخط هو الذي سيمكننا من حل هذا المشكل. دونك عندما قمت انا قمنا بهذا، سوف نقوم بحفظ عمل حفظ، ثم نعود الى المدونه ونعمل اكتواليزي. الان سوف نقوم، هذه هي المقاله التي كانت الاخيره، وكما ترون فقد تم اظهار المقالات الاخرى، كما ترون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تم إظهار المقالات كاملة. أتمنى يكون هذا الشرح قد أفادكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.